أكيد نرمين، صرنا نشوف بالآونة الأخيرة صار في صيحة خلينا نقول وموضة بعالم التجميل، وصرنا نشوف قصص كتير الفيلر والبوتوكس اللي هنن غزو خلينا نقول العالم، وصار الشباب جنب الصبية بهذا الموضوع. يعني صحيح، وقديش هاي الاجراءات عم تضيف جماليه، البوتوكس او الفيلر عم شوف اشخاص عم يتغير شكلهم كليا، في منهم للافضل وفي منهم للأسوأ اذا بدنا نقول. هلا دائما المبالغه بتروح فينا للأسوأ بكل مجالات الحياه، اليوم رح نضوي على موضوع الفيلر والبوتوكس، شو هو الفرق بين هي المادتين وهل لهم نفس التاثير على اجزاء الوجه؟ معلومات كثير حتخبرنا عنها ضيفتنا لليوم الدكتوره ميرال الناصر وهي اختصاص التجميل. يسعد صباحك، صباحك جمال. صباح النور، اهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. صباح النور. رغم انه الحديث كتير عم بيكون بمختلف عيادات التجميل والمراكز وحتى عبر السوشيال ميديا عن موضوع البوتوكس والفيلر، ولكن بعض الاشخاص ما لهلا ما بيقدروا كتير يميزوا بيناتهم، فخلينا نفرق بيناتهم. تمام، هلا بدايه جمالنا هو مرايتنا يلي رح تعكس صحتنا الداخليه وراحتنا النفسيه. اي اجراء ممكن نحن نعمله لحتى يبين لنا بشكل اجمل فهو اجراء طبي، خاصة إذا كان تحت إيد خبيرة فهو رح يعطينا راحة نفسية أكيد ورح ينعكس بشكل أو بآخر على نفسيتنا. بداية البوتوكس أو الفيلر هي من الإجراءات الحديثة كتير أخذت رواج عالميا، وحاليا بسوريا كتير صايرة يعني من الإجراءات المتداولة بشكل كتير كبير. البوتوكس له عدة استخدامات، ممكن نحن نستخدمه لإزالة التجاعيد وإعطاء مظهر شبابي أكثر للبشرة. طبعا نحن البوتوكس والفيلر كل واحد منهم له استخدامات مختلفة عن بعض تماما. اثنيناتهم بنسميهم أو بنحطهم تحت نطاق تجميل الوجه اللاجراحي، يعني نحن بنعمل تجميل بدون اللجوء للجراحة أو بنسميه شد وجه سائل أو شد وجه بلا جراحة. البوتوكس استخداماته للتجاعيد التعبيريه يلي بتظهر علينا بلا وقت اللي بنعمل تعابير بوجهنا، يعني وقت اللي بنرفع الحواجب او وقت اللي بنعبس او وقت اللي بنضحك حوالي العين، هي التجاعيد هي بنسميها تجاعيد تعبيريه، نحن بهي الحاله بنستخدم بوتوكس. اما الفيلر هو ماده مالئه مكونه من حمض هيالورونيك اسيد، هي المواد بتعطي حجم لحتى نحن بتعوض النقص الموجود بالبشره او التعب او الترهل الناجم عن العمر او تعب البشره والتجاعيد. التجاعيد العميقة والثابتة بنعالجها بالفيلر، تجاعيد تعبيرية بنعالجها بالبوتوكس، هذا الفرق بيناتهم. طبعا في مناطق معينة بالوجه نحن خلينا نحكي عن المناطق اللي نحن اليوم بحاجة انه نعطيها بوتوكس والمناطق اللي هي بحاجة للفيلر. يعني تمام، هلا بداية في مناطق طبعا نحن بنفضل نستخدم لها بوتوكس أكثر من الفيلر، مثل مناطق أو النصف العلوي من الوجه، مثل منطقة العبسي بين الحاجبين ومنطقة الجبين ومنطقة حوالي العين. التجاعيد التعبيرية بهي المنطقة نحن بنعالجها بالبوتوكس، أما الفيلر نحن بنعالج فيه التجاعيد الثابتة الموجودة مثلا بالمنطقة النازوليبيا أو خطوط الضحك، ممكن نحن نستخدم الفيلر لإعطاء حجم أو إعادة تكوين الوجه، مثلا ممكن نستخدمه لحتى نملل الخدود، أو ممكن لحتى نستخدمه لحتى نعمل دقن، تحديد الدقن، أو منطقة التكساس أو منطقة الحنك، هون نحن بنعطي إعادة تشكيل لهيكلية الوجه بشكل أحلى وأرتب. دكتورة، كثير الدراسات وكثير الاخصائيين بيطلعوا بيقولوا انه ماده البوتوكس والفيلر هي امنه، ولكن بنشوف بعض النتائج احيانا بتكون للاسف هي ما بترضي المريض، مشان ما اقول انه سلبيه او سيئه، ودائما يقال انه البوتوكس ازالته من الوش اسهل من الفيلر، فشو السبب؟ وخلينا نحكي عن حالات اللي بتصير بالفيلر، مثلا احيانا بنلاقي تجميع صار لهي الماده بمنطقه معينه بيقولوا لك انه تغير حتى شكل المنطقه اللي حقنا فيها، يعني مو بسهوله ترجع مثل قبل، قديش كمان هي المعلومه دقيقه؟ تمام، هلا بدايه البوتوكس او الفيلر هن مواد مرخصه من منظمه الصحه العالميه، يعني احنا عم نستخدم مواد امنه 100% وقت اللي بتنحقن بطريقه صح وللمريض الصح فهي مواد امنه. بس في اشخاص بتكون مانا مناسبه لهي الحاله وبتأصر انها تعملها، فممكن انه شوي يصير في عنا اثار جانبيه. طبعا الاثار الجانبيه هي مؤقته ابدا مانا دائمه وكله بيتراجع، مثلا البوتوكس مدته 3 لـ6 شهور، خلال هي المده نحن اي اثار جانبيه بتكون راحت، نحن فينا نتفادى قدر الامكان الاثار الجانبيه عن طريق استخدام كميه مناسبه للمريضه والمناطق الحقن المناسبة، يعني نحن بنحقن بمنطقة مناسبة مشان ما يصير في عنا بعض الآثار الجانبية مثل تهدل الجفن أو مثلا ممكن جهة تطلع أكثر من جهة بالحواجب، هذا الشيء بيصير بالبوتوكس. شو بتعملوا بهذا الإجراء؟ هلا بصراحة البوتوكس ما في ولا أي طريقة فينا نشيله غير إنه نحن ننطر، لأنه البوتوكس بعد 3 شهور لحاله رح يبلش يفك، خاصة البوتوكس اللي عم يجي على البلد، يعني إنه 3 شهور عم ببلش يفك ما عم بضل أكثر من هيك. في عنا بوتوكس ابتسامي اللثوي له شوية آثار جانبية، يعني نحن ما كثير بنفضل إنه نحقنه بهي المنطقة،
لأنه ممكن يأثر على الكلام الصبي وقت اللي بتحكي ممكن شوي إنه يأثر عليها بهاي المنطقة. أما مشان الآثار الجانبية للفيلر فأكيد ممكن يصير في عنا بعض الآثار الجانبية بعض الحقن مثل مثلا الكدمات أو التوزم أو التورم. منطقة الحقن هو شيء كتير طبيعي. الشيء المطبيعي هو إنه نحن يصير في عنا تكتلات. هلا التكتلات لها كثير اسباب، ممكن انه يكون الاسباب ناجمه عن الماده المحقونه، ممكن يكون السبب ناجم عن الطبيب اللي حقن الماده، وممكن يكون سبب ناجم عن المريض، مثلا عدم التزام بالتعليمات اللي نحن بنعطيها مشان نتفادى هذا الموضوع، مثل مثلا الاكثار من شرب السوائل، المفروض كثير نكثر من السوائل، مثل مثلا تدخين الارجيلي. في صبايا بنقول لهم ممنوع تدخنوا ارجيلي، هنا بيخلصوا مثلا لا بيروحوا فورا بيدخنوا بارجيلي لانه ما بيلتزموا. فقدر الامكان الالتزام بالتعليمات رح يخلينا شوي نبتعد عن الاثار الجانبيه اللي ممكن تصير. ذكرتي حضرتك بعض الاثار وقلتي انه ممكن الصبيه ما تلتزم بتعليمات الطبيب. اليوم نجاح الفيلر او البوتوكس على شو بيعتمد؟ هل يعني طبيعه الوجه اكيد لها علاقه بالقصه يعني، واكيد نوع الماده. وذكرتي نقطه كثير مهمه، قلتي انه نحن المواد اللي عم بتفوت على البلد يعني بعد 3 شهور عم تبلش تفك، ولكن بتنزلي او بتشوفي اي طبيب بتشوفي تفاوت كثير كبير بالاسعار، يعني بيقول لك هذا نوع غالي هذا وسط هذا، وكلهم بالنتيجه هي نتيجه واحده 3-4 شهور بتبلش تمام تظهر تجاعيد مره ثانيه. تمام. هلا بدايه اول شيء بصراحه البوتوكس مثلا خلينا نحكي عنه، في اكثر نوعين موجودين بالبلد هم صيني وفي كوري. هلا الصيني هو امتيازات عم يجي يعني الماني او فرنسي، يعني وقت بتقولي مثلا الماني او فرنسي فهو الصيني امتياز الماني. وفي عندنا كوري. هلا الكوري نحن شوي شد واخف، بنستخدمه للاشخاص اللي بيتحسسوا، مثلا اذا في عندنا اي شخص بيتحسس ممكن نستخدم له نوع كوري. الانواع الثانيه كمان ظريفه وبتعطي نتيجه حلوه، بس الاشخاص اللي بيتحسسوا ممكن يلاقوا شويه اثار جانبيه عليها. اما كنتيجه اثنيناتهم عم يعطوا شد حلو وشد مقبول. في عندنا شيء اسمه بيبي بوتوكس اللي هو نحن بنتحكم فيه عن طريق حل الماده بكميه معينه، لانه في مواد تجي بودره ونحن بنحلها، وفي مواد تجي غاز موجود بقلب البوتوكس، وفي مواد بتجي سائل. نحن بقى حسب كيف بدنا نستخدم وحسب النتيجه اللي ناطرينها نشوفها على الصبيه بنستخدم المواد المطلوبه. طيب خلينا اكثر دكتوره نعرف الاجراءات، يعني ايمت الصبيه بتقول انا بناسبني بوتوكس وايمت فيلر، خصوصا مثل ما عرفنا في مناطق بناسبه اكثر بناسبه حقن المادتين مع بعض. تمام. هلا بدايه الفيلر نحن بنستخدمه مثل ما قلت لك يفضل للنصف السفلي من الوجه، لانه هو بيعطينا اعاده تكوين للملامح او تعبئه، يعني اي منطقه نحن بنشوف فيها مثلا ترهل بهي المنطقه ممكن نحقن فيلر، ترهل بالمنطقه حوالي التم نحقن فيلر، بالخدود ممكن نحقن فيلر، شفايف كمان اكيد فيلر. البوتوكس بيبقى للجزء السفلي. طبعا في بعض المناطق نحن ما كثير يفضل انه نحقن فيها فيلر، مثلا منطقه العبسي ما كثير ظريف الفيلر بهي المنطقه لانه شوي له بعض الاثار الجانبيه بنبقى نحكي عليها. فنحن الفيلر بنستخدمه بالمناطق اللي ذكرتها، والبوتوكس بنستخدمه له عده استخدامات بالاضافه للتجاعيد. ممكن نستخدمه مثلا لبوتوكس فرط التعرق، لعلاج فرط التعرق الراحي او الاقمص القدم، ممكن نستخدمه لفرط التعرق تحت القبض، ممكن نستخدم البوتوكس لعلاج الابتسامه اللثويه، وممكن نستخدمه كمان لعلاج تجاعيد الرقبه. طيب عم نحكي اليوم عن اجراءات كثير مهمه. اليوم وقت بيزورك اي ما بدنا نقول عنه مريض، اي شخص حابب انه يعمل هي الاجراءات التجميليه، اكيد في نصيحه بتقدميها وبتعتمدي كثير على شكل الوجه. دائما بنشوف في اوفر بالقصص، يعني ان كان بالنفخ وان كان بالشد، بتحسي احيانا انه في حدا عم يحاكيك انت ما عم تعرفي عم يضحك او عم يبكي، يعني المعالم واقفه تماما. يعني اليوم شو دور الطبيب بهي الحالات؟ هلا في اشخاص هن بيطلبوا الملامح الجامده، طبعا هو شيء ما انه مقبول وما انه حلو. وقت اللي انت بتكوني طبيعيه والجمال يعني انت اللي ضفتي لمسه لبشرتك او لجمالك بلا ما يبين كثير بشكل اوفر فهو الاجمل. اما في بعض الحالات صراحه وبتجي لعنا يعني وانا شايفتها كثير، ممكن انه ما في ولا اي تعبير بالوجه، لا قدراني تعبس ولا قدراني تضحك، فهو شيء ما انه حلو انك انت ما بتقدري تفهمي رده فعلها زي تعابير ما بتقدري تفهمي تعابير الشخص ابدا. فهو شيء حلو انه نحن نقدر نعبر، وقت اللي نحن بنمحي هي التعابير بشكل كامل ما بقى حلو. طبعا هذا الشيء بيلعب دور فيه كثير الطبيب، انه هو ينصح الصبي انه نحن يفضل انه نحافظ على الملامح الطبيعيه. كمان موضوع المواد، لانه في مواد بتعطي شد كثير قوي، وفي وطبعا نحن حل الماده، كل ما حلينا الماده وخففناها اكثر كل ما كانت نتيجتها اخف. يمكن الصبيه بتخاف من قصه انه انا ارجع بعد 3 شهور ارجع ادفع نفس التكلفه، فخليني انا اخذ الماده كامله، يعني على مبدا انه
بتاخذ يعني مده اكثر لحتى تفك، ولا هي هي يعني حتى لو كانت البيبي او حتى كان كامل ثلاث شهور؟ هي وصلت فيها بنقول نحن ثلاث لست شهور. طبعا بيلعب عده عوامل، في عده عوامل بتلعب دور بهالموضوع، مثلا العمر، عدد مرات الحقن، طبيعة الجسم أو طبيعة الحياة اللي عايشتها الصبية، كيف روتين حياتها اليومي، هذا كله بيلعب دور بمدة ضيان البوتوكس أو المدة اللي بضل عاطي نتيجة فيها. طيب خلينا نحكي عن تقنية يمكن الأطباء أو شوي أو الأخصائيين عم يتبعوها، هو حقن البوتوكس على مرحلتين. يعني إذا إبرة البوتوكس بدل ما يعطوها بجلسة بيعطوا جزء منها، الجزء الأكبر بأول جلسة، وبيستنوا فترة معينة بيقولوا من 15 ل 20 يوم، بعدين بيشوفوا كيف أخذ البوتوكس، صار في حساسية، وين المناطق اللي بدها. قديش هاي التقنية اليوم بتساعدنا لنتائج أفضل إذا بتقول؟ تمام. هلا نحن صراحه بالبوتوكس في بعض الاشخاص ممكن يصير في عندهم بعض الاثار الجانبيه، فنحن بنحاول نتفادى الاثار الجانبيه اللي بتطلع عنا عن طريق انه نعمل جلسه رتوش. اي اثار جانبيه ممكن تصير نحن بنقدر انه نعالجها بجلسه رتوش. مثلا في اشخاص ممكن يصير في عندهم تفاوت بالحواجب، انه حاجب اعلى من الثاني، ممكن نعالجه بجلسه رتوش. هلا هي شغله كثير مختلفه بين الاطباء، في اطباء بتفضل تعمل كل الحقن من اول مره، وممكن نحتاج جلسه رتوش بسيطه بعد تقريبا 15 ل 20 يوم، وفي اشخاص مثل ما تفضلتي انه بيقسموها على مرحلتين بقى هون حسب رغبه الطبيب، بس كنتيجه اثنيناتهم نفس الشيء، واثنيناتهم نحن قدر الامكان بدنا نحصل على نتيجه طبيعيه، واكيد ما رح نخلي اي مريضه او اي صبيه انه يكون يضل في عندها اثار جانبيه ما بتتعالج، يعني اكيد رح يتعالج هذا الموضوع. طب خلينا نحكي على موضوع الحقن والبوتوكس. في صبايا بتقول لك انه انا ما بدي فوت بهي القصه، انا بعمر يعني معي لسه وقت، واطباء بيقولوا لك لا مفروض يعني باول تجاعيد تبين، وحتى لو كنت بال20 سنه انك تفوتي بهي القصه هو اجراء وقائي اكثر ما يكون علاجي فيما بعد يعني. طيب فيما بعد البوتوكس اليوم انا اذا ساويت مره وتنتين ووقفت ما بقى بدي، شو هي النتائج السلبيه اللي ممكن تظهر على وجهي؟ هلا البوتوكس ما رح يعطينا ابدا اثار جانبيه، بالعكس نحن التجاعيد اللي بتكون موجوده نحن خففنا من ظهورها، ونحن عملنا شل مؤقت للعضلات، فنحن رح نمنع تقدم اي تجاعيد جديده. فاذا بس يروح البوتوكس نحن ما رح ترجع بشرتنا اسوء من قبل، لانه في كثير بيفكروا هيك ترجع مثل ما كانت، ترجع ما بصير ارتخاء بالعضلات. لا ما بصير ارتخاء، بالعكس نحن العضلات وقت اللي اعطيناها شل مؤقت، وقت اللي بيروح نتيجه البوتوكس رح ترجع مثل ما كانت، بس نحن ما بقى متعودين على شكلنا القديم، فبنفكر انه رجع التجاعيد مثل قبل، بس انه ابدا ما رح يرجع. نحن حمينا حالنا من تطور اي تجاعيد جديده، وحمينا بشرتنا من انه يصير في عنا تجاعيد ناعمه ورقيقه، بالاضافه للنظاره اللي بيعطيها البوتوكس تحت العيون. شو الاجراء الاضبط يعني او الاسلم مثل ما بيقولوا؟ احيانا بيعطوا فيلر كثير ناعم او بيروحوا لجلسات ثانيه؟ هلا تحت العين في علاجات مختلفه حسب الحاله، ممكن انه نحن في حال وجود تجوير تحت العين مع سواد ممكن نعالج عن طريق حقن الفيلر. طبعا في نوع مخصص لتحت العين، كثير بتدقق على هذا الموضوع لانه منطقه تحت العين هي منطقه كثير حساسه، فانه لازم يكون نوع الفيلر كثير ناعم كثير رقيق. فنحن وقت بنحقن الفيلر منطقه تحت العين رح يعطينا امتلاء للتجوير الموجود، ممكن يعالج بشكل بسيط السواد كمان، ممكن اذا ضل في سواد نعمل جلسات ميزو تباعا لحتى نحصل على نتيجه حلوه. طيب خلينا ولو سريعا نذكر بالاجراءات اللي بتصير بعد البوتوكس والفيلر ولازم يتبعوها الصبايا او الشباب. هلا اهم شيء نحن بننصح الصبايا بعد جلسه البوتوكس ولا الفيلر انه يكثروا كثير من شرب السوائل، يعني بدنا نشرب مي قد ما فينا، شرب بعض انواع الفيتامينات مثلا فيتامين سي انا كثير بقول لهم انه ياخذوه لانه هو بيساعد الفيلر لحتى يتمدد ويعطي نتيجه حلوه اكثر. الابتعاد عن الدخان والارجيله هو شيء كثير مهم لحتى نحصل على نتيجه حلوه. الاعتناء بالبشره بشكل كامل وبشكل سهر عام. تمام. هلا اجباري يعني نحن التغذيه الجيده بعد الاكثار من الفيتامينات الخضروات الفواكه كله له دور اكيد لحتى نحصل على نتيجه حلوه. ان شاء الله دائما بالصحه والسلامه للجميع. واليوم دائما هدول الاجراءات نحن صرنا بالبدايه كانت الناس مستغربه القصه، ولكن الكل اليوم مع هاي القصه طالما نحن عم نعمل شيء ايجابي بحياتنا. صباحك جمال وشكرا لحضورك دكتوره لليوم. صباح الورد لكم، وشكرا كثير لكم على استضافتكم الي، وان شاء الله بشوفكم بخير دائما. ان شاء الله دائما.